بهذه المناسبة اللي هي مؤلمة للأسف، يعني سجن أبو سليم الذي يمد له جبين الإنسانية، كيف هذا يمر بردا وسلام؟ كيف يمر؟ كيف نتجاهل هذه المأساة؟ هذه قضية إنسانية لا يمكن السكوت عليها أبدا، ولا بد من التحقيق فيها والوصول فيها إلى حل، إلى نعرفها، لازم العالم يعرفها، مش ممكن هذه ننساها ولا نتركها أبدا، يجري فيها التحقيق. لكن الأمم المتحدة ما بتترك هذه القضية، الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحقق في هذه القضية، قضية سجن أبو سليم إبادة جماعية. ما يمشيش للمحكمة الدولية، ورونا المحكمة الدولية الجنائية اللي بنحولولها معمر قذافي وعائلته الذين مارسوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الليبي. معمر قذافي وعائلته مجانين من الثورة، هذا هم اللي قبضوا عليهم وقدموهم للعدالة، قدموهم للمحاكم، هذا عقوبتهم الإعدام بحكم القانون في ارتكاب الجريمة السابقة، يعاقب الإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى من ارتكاب الجريمة زي معمر قذافي وعائلته المقاملين.